السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوينا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية من مناحل بن دبيس، ومع الشيخ عطية بن دبيس من المملكة العربية السعودية الشقيقة. وحديثنا حول رفع وتعزيز مناعة النحل عن طريق الخل، المقادير المناسبة وطرق الاستخدام في الخلية أو الخلية التقليدية الجبح البلدي، من منظور الشيخ عطية بن دبيس، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساء الجميع بكل خير. عندنا علاج لرفع مناعة النحل المصاب بالتلبك في بطن النحلة، وهذه الطريقة ترفع مناعة النحل داخل الخلية المصاب وتخفف عنه، ولا يصير فيه زحف ولا طيح أمام الخلايا ولا شيء. وهذه الطريقة خل التفاح مع عسل محلى بالماء أو سكر، ضربة بضربة تقدر تحط وترشب على النحل المصاب المنطش في داخل الخلية وعلى البراويز. لا ترش تسحب البراويز وترش عليها، لا، من على ظهر البراويز رش. شوف الآن رشين تجربة للرشاشة، شوف النحل كيف عليها شغال يشفط فيها، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الرحمن، لا إله إلا الله. هذه طريقة الرش. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، لا إله إلا الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه طريقتنا في الرش الخلايا دي، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه الطريقة ماشية النحل من أبدع ما يكون.